بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة أخذنا عمليات الضرب وتمثيلها على السوربان العفو، وأخذنا ضرب رقم في رقم وتمثيله على السوربان، وضرب رقم في رقمين وتمثيله على السوربان، وضرب رقم في ثلاثة أرقام وأيضا تمثيله على السوربان. وحتى يعني تقدرون هي نفس الطريقة، أخذنا ضرب رقم في أربع أرقام وخمس أرقام نفس الطريقة، ولاحظنا يعني عمليات توزيع الضرب هو جدا بسيط، لكن يعتمد اعتماد مباشر في توزيع نواتج على السوربان على اتقانك عمليات الجمع والطرح على المعداد. اليوم راح نكمل يعني الضرب وناخذ يعني انا اعطيتكم مساحه يعني وقتيه جدا كبيره حتى اللي ما ملحق على المحاضرات يلحق يعني يقدر يقراهم ويراجعهم، وكذلك يعني يحل تمارين الضرب حتى يكون عنده قدرة في الاستمرار في دورة الضرب إن شاء الله. اليوم راح ناخذ ضرب رقمين في رقمين ورقمين في ثلاثة أرقام وحتى يعني رقمين في أربع أرقام نفس الطريقة إن شاء الله إحنا اللي نطبقها عليه إن شاء الله. ناخذ مثال ضرب رقمين في رقمين. لاحظ عندي هذا المعداد مالتي، ناخذ مثال. طبعا عملية الضرب على المعداد يعني كانت في السابق يعني حتى المدربين يعانون يعني والطلاب ايضا يعانون منها، لان شوية يعني توزيع النواتج يكون صعب، اختيار العمود اللي تضرب، مثلا تضرب عمود في عمود وين تخلي الناتج في عمود، فكانت يعني الامور يعني جدا مربكه لهم. لكن الحمد لله وشكرا توصلت الى طريقه جدا بسيطه يقدر من خلالها المدرب او الطالب يحل ويوزع نواتج الضرب بسلاسه على المعداد. هذه الطريقه راح اشرح لكم اياها انا ان شاء الله بعد ما راح ناخذ هذا المثال ونتدرج بالامثله. لو كان عندي مثال، مثلا عندي 24 في 32، 24 ضرب 32. عرفنا بأن يعني الضرب هو عملية إبدالية، وشرحنا شنو معنى عملية إبدالية، و يعني المضروب والمضروب فيه مثله في الجهة اليسرى من المعداد، والنواتج تكون في الجهة اليمنى من المعداد. فأنا عندي 24 ضرب 32، فراح هنا تنزل عندي 24. ومثل ما اتفقنا نترك هذا العمود يمثل علامة الضرب ونخلي 32 بعد علامة الضرب اللي هو المضروب فيه، هاي 32. في يعني انتم في عملية ضرب رقمين في رقمين شوية راح يكون ارباك، لكن انا مثل ما اكتشفت الطريقة جدا بسيطة ما راح يكون ارباك ان شاء الله. وعرفنا من ضرب رقم يعني في رقمين او ثلاثة ارقام، هذا الرقم هو راح يضرب المضروب، يعني كل ارقام المضروب راح يضربهم واحد واحد، وكل من ينزل في موقع المحدد الى طبقا ل يعني المنطقه الرياضيه المختص بها. لاحظ هنا عندي ضرب رقمين في رقمين، يعني ضرب عدد متكون من رقمين، هذا هو العدد المتكون من رقمين 32، راح اضرب لنا في هذا العدد المتكون ايضا من رقمين 32. فنفس الطريقه يعني انا اللي اخذت بها ضرب رقم في رقم راح ايضا اطبقها مع اختلاف بسيط ان شاء الله راح احنا نجي ونشرحها. في هذه العمليه كيفكم انتم تبدون من العشرات او من الاحاد تضربون ماكو مشكلة يطلع نفس الناتج، لأن الضرب هي مثل ما تفضلنا احنا قلنا عملية إبدالية، لكن أنا راح أبدي أضرب من آحاد في آحاد بالبداية. احنا راح ناخذ هذه الطريقة، لكن هي عموما أنت تقدر أي رقم تضرب به سواء آحاد أو عشرات تطلع لك نفس النتيجة مع الحفاظ على المرتبة الرياضية للعمود طبعا اللي رقم هو 24 ضرب 32، هذا هو العدد
مضروب المضروب بي اللي راح اشتغل عليه. فهنا نزلنا 24، هاي 24 هذا هو المضروب. أربعة وعشرين هذا لاحظ جوينا عندي، هذا هو المضروب 24 مثلته هنا على المعداد. ونترك قلنا عمود يمثل إشارة الضرب في 32، هذا هو 32، وراح ناتج الضرب وين يكون؟ يكون عندي هنا في الجهة اليمنى على المعداد. زين، أنا راح أبدي أضرب من الآحاد الثنين، هذا الثنين هسه خلي ايدي على الثلاثه طلع لي رقم واحد، من خلي ايدي على الثلاثه الان صارت عمليه ضرب رقم في في رقمين. من تخلون يعني هنا هاي الثلاثه وكانما اعتبروها غير موجوده هاي الثلاثه، فصارت عندي ضرب رقم في رقمين. احنا تعلمنا ضرب رقم في رقمين شو يسوي هذا الرقم؟ يجي يضرب الاحاد العدد الثاني اول مره، فاثنين في اربعه يعني هاي الاثنين أضربها في آحاد العدد الثاني اللي هو 4. وين ينزل الناتج؟ ينزل في عمود الآحاد. ليش؟ لأن أنا قاعد أضرب آحاد في آحاد. زين، فيكون 2 في 4 8، فتنزل لي 8 في الآحاد. بعدين أيضا أعتبر الثلاثة غير موجودة وأجي أضرب 2 في 2 في العشرات تساوي 4. وين ينزل الناتج؟ في العشرات، لان هاي الاثنين الثانيه هاي الاثنين رايحه لانا موجوده في عمود العشرات، فالناتج يكون في عمود العشرات. 2 في 2 يساوي 4، تنزل 4 هنا عندي. زين، الان تخلصت من الاثنين ضربتها في هذا الرقم وفي هذا الرقم، الآن بقت عندي الثلاثة أيضا نفس الشيء، أضربها في هذا الرقم وأضربها في هذا الرقم الثاني. لاحظ الآن كانت هكذا أمثلة تسبب إرباك، لاحظ الطريقة مالتي شلون حتى نبتعد عن الإرباك. بس خلنا نمسح هذا. هسه وصلت انا اضرب، كملت الضرب مالت ذني امسح الخط. الان عندي الثلاثه راح ابدي اضربها، ايضا نفس العمليه ضرب اعتبرها ضرب رقم في رقمين، فالثلاثه راح تضرب الاثنين بالبدايه، وبعدين تضرب العفو تضرب الاربعه 3 في 4 تضرب الاحاد، وبعدين تجي تضرب العشرات تضرب الاثنين. لكن الناتج وين راح يكون؟ لا، الان بدون احاد بدون عشرات، يعني اقول هنا عندي مثل عشرات انضربت في الاحاد وين اخلي الرقم وهاي، لاحظ شلون الطريقه مالتي حتى يعني ما يصير عندك ارباك. هنا المضروب والمضروب به، من المضروب اللي هو الأربعة، من المضروب بالثلاثة. ألاحظ ثلاثة في أربعة كم يساوي؟ يساوي 12. زين، إذا ناتج الضرب طلع متكون من رقمين، وإحنا قلنا طلع الناتج الضرب رقم في رقم متكون من رقمين، فراح ينزل الاثنين في العمود الأصلي والواحد مال 12 في العمود الذي يلي. لكن هنا أنا ثلاثة في أربعة ما أعرف وين أخلي الناتج حتى أوزع يعني هاي 12. تشوفون المضروب والمضروب به كم رقم سبقهن، كم رقم يسبقهن في عملية الضرب؟ الثلاثة هنا قد يسبقه؟ سبقه الاثنين، فأترك عمود للاثنين. الأربعة أكو عمود يسبقه هنا بصفها؟ ماكو. إذن راح أترك هذا العمود للاثنين، والناتج وين راح يكون؟ يكون يبدي من العشرات، يبدي من العشرات. فهنا عند 12، فهنا تنزل عند الاثنين والواحد ينزل هنا طبقا للعملية اللي أنا ذكرتها في المحاضرة السابقة. زين، هنا أزود الاثنين، الآن أنا ضربت 3 في 4 يساوي 12، وين تنزل؟ في عمود، تنزل في هذا العمود الثاني. ليش؟ لأن الثلاثة سابقها الاثنين، فالاثنين أترك له عمود.
نال 4 ما سابقها أي رقم فما أترك شيء، إذن أترك عمود واحد اللي هو يسبق الثنين تساوي 12، وأكتب الناتج بداية الناتج في العمود الثاني، وطلع عندي متكون من رقمين ضرب الناتج الضرب مال 3 في 4، إذن أنا راح أخليه بالعشرات. ليش؟ لأن هنا الثنين سابقة الثلاثة فتركت لها عمود، فراح يكون الناتج مالتي بالعشرات، وبما أنه طلع متكون من رقمين فينزل الثنين العدد الأول الرقم الأول من العدد الناتج في عمود الأصلي اللي هو عمود العشرات، وينزل الواحد في العمود اللي يلي، يعني أقسم 12. هنا زائد 2 زائد 2 احنا قلنا شو تساوي؟ زائد 5 ناقص 3 وزائد 1 موجود عندي هنا في عمود العشرة. الآن أنا كملت ضرب 3 في 4، بعد شو أضرب؟ تبقى للعملية مالتي راح أضرب 3 في 2 زين، 3 في 2 أنا أعرفها يساوي 6، لكن أنزلها في يا عمود. هسه شو أسوي؟ هاي الثنين اللي انضربت كم رقم يسبقها؟ يسبقها الأربعة، إذن أترك عمود للأربعة. زين هاي الثلاثة اللي انضربت كم رقم يسبقها؟ يسبقها واحد اللي هو الثنين هنا، فأترك لعمود، إذن أترك عمودين وأكتب الناتج في العمود الثالث. أي رقم انضرب أشوف أن يا أرقام السبقة فأحسبها وأترك لها أعمدة بقدرها، وبعدين ينزل الناتج. لأن قبل يقولوا الأطفال هذا انضربنا عشرات في عشرات، فالناتج راح يطلع بالمئات ولازم تحسب عدد الأعمدة، وهاي فهاي صعبة على الطفل. فهاي الطريقة هي جدا سهلة اللي ابتكرتها أنا. نشوف يا رقم انضرب، هسا أنا ضربت 3 في 4 وتركت عمود واحد للثنين، لأن الأربعة هنا ما يسبقها أي رقم حتى أترك له عمود، فأترك عمود واحد، يعني الثلاثة يسبقها رقم، وخليت الناتج في عمود العشرات. هنا هسا ضربت 3 في 2 يساوي 6 أعرف أنا، لكن هنا الثلاثة منو يسبقها؟ الثنين، فأترك عمود للثنين، ولا الثنين هاي الموجودة يسبقها الأربعة، أترك العمود للأربعة، فأترك عمودين وأكتب الناتج في العمود الثالث. إذن 2 في 3 يساوي 6 وأنزلها في العمود الثالث. ليش خليتها بالعمود الثالث؟ لأن هنا تركت رقم عمود للثنين اللي هي تسبقها الثلاثة، ورقم للأربعة اللي هي تسبقها الواحد، وبما أنها ضربت 3 في 2 فالثنين تسبقها الأربعة أترك العمود، والثلاثة هنا أيضا مضروبة تسبقها يعني الاثنين أترك العمود، فهنا تصير عندي 6. إذن هو هذا الناتج النهائي مالتي، طلع يعني 768. إذن 24 ضرب 32 يساوي لي 768. هذا ضرب رقمين في رقمين. راح ناخذ ايضا مزيد من الامثله حتى توضح الفكره اكثر واكثر. لو عندي 24 ضرب 32 هذا السؤال اريدكم تساعدوني بالحل مالته، يعني انتم تحلونه بعدين انا احله حتى نطلع النتيجه. راح افتح الميكروفونات اللي يريد يسال سؤال او يصير عنده اشكال في الحل، حتى انا اعرف يعني حتى افهم بان انتم فهمتوا الطريقه هاي في عمليه التوزيع. السؤال هو أربعة وعشرين ضرب 32، هذا أخذناه إحنا السؤال. السؤال هو 23 في 12. حلونا هذا السؤال.
عم نطلع الناتج. ميتين وستة وسبعين. لاحظ شلون نحل هذا السؤال حتى بدون ما تقدرون تمثلون على المعداد. يعني الآن هنا عندي 23، هاي 23، ونترك عمود مثل علامة الضرب، وفي 12 ننزل 12 هنا. فمثل ما اتفقنا نضرب الاثنين اثنين في ثلاثة، ويكون الناتج في عمود الآحاد في أول عمود. لاحظ الآن الاثنين هنا ما يسبقها أي رقم، ما يسبقها أي رقم حتى ترك العمود، والثلاثة هنا ما يسبقها أي رقم أيضا حتى ترك العمود. إذا ناتجهم راح يكون وين؟ في العمود الأول. يعني هي هاي الطريقة، اثنين في ثلاثة يساوي ستة، هاي ستة. الآن أضرب الاثنين في الاثنين، هاي الاثنين أضربها في الاثنين. لاحظ الآن هاي الاثنين كم عمود يسبقها حتى تركها؟ ما يسبقها أي عمود. هاي الاثنين بالعشرات كم رقم يسبقها؟ يسبقها الثلاثة، فأترك عمود للثلاثة والناتج يصير وين؟ في العشرات، لأن فقط عمود واحد، لأن هذا يسبق رقم فأترك له عمود واحد. إذن 2 في 2 يساوي 4، راح تنزل في عمود العشرات، لأن يسبق هاي 2 3، تركت له عمود واحد واكتب الناتج هنا. بعد عندي الواحد ما انضرب، هاي 2 انضربت، إذن هسه راح أضرب الواحد في الثلاثة يسلم على الثلاثة، بعدين يجي يسلم على الاثنين. لاحظ هنا ضربت هسه الواحد في ثلاثة، وين يساوي ثلاثة، وين أخلي الثلاثة الناتج مالتهم؟ أباوع هذا الواحد اللي انضرب حاليا، إيش قد رقم يسبقه؟ واحد، سبقه اللي هو الاثنين، فأترك عمود للاثنين. زين، هنا الثلاثة أكو رقم يسبقه؟ ما يسبقه أي رقم، إذا راح أترك رقم واحد عمود واحد، لأن هنا الواحد يسبق اثنين، فأترك لهذا العمود واكتب الناتج في العمود الثاني. واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، فالثلاثة وين راح تنزل؟ في العمود الثاني. ثلاثة زائد ثلاثة شو يساوي؟ زائد خمسة ناقص اثنين. بعدين أيضا عندي الواحد راح يضرب الاثنين. هسه من يقول لي كم عمود أترك واكتب الناتج؟ هو على راح يكون على المئات، الناتج راح يكون احد ليش؟ عشرات المئات. ليش؟ مو؟ اي صح بالمئات، لكن ليش هسه انا خليته بالمئات؟ ما ضربش الواحد في اثنين. عندنا يعني اثنين يعني عمودين، راح يعني رقمين، راح نترك الاول والثاني وبالثالث نحط الضرب مالتنا. هسه المضروب والمضروب في هذا يسبق عمود رقم، فاترك له عمود، والاثنين ايضا انضرب، ايش قد يسبق؟ يسبق رقم حتى اترك له عمود، فاترك عمودين، والناتج يكون في العمود الثالث. اذا واحد في اثنين يساوي اثنين، فتنزل هنا في عمود المئات. اذا الناتج هو 276. يعني قبل يقولوا لي تمام، هسه سويت على الاعداد تمام. نعم، بالنسبه قبل يعني يقولوا لي الاطفال وحتى المدربين، يقول لي مثل هذا الواحد في العشرات،
واثنين في العشرات، فالناتج من الطبيعي أن يكون في المئات، لأن أنا قاعد أضرب عشرات في عشرات، وهي شفت أنا سبب إرباك جدا للأطفال حقيقة يعني، وما يفهمونه. يعني اخترعت هذه الطريقة، حليت مزيد من الأمثلة يعني، وريدت أوصل إلى ناتج معين. فعرفت يعني بما أنه الضرب يعني عملية إبدالية، فهذه الطريقة جدا سهلة، أنت تعرف وين راح تخلي يعني ناتج الضرب مالتك في أي عمود. مجرد تحسب ضربت رقم في رقم، تشوف شنو الأعداد اللي سبقته اللي وراه جاية، فتتركها أعمدة وتخلي الناتج في العمود الذي يليه. هذا عندي السؤال. ناخذ سؤال آخر. هسه عندي 36 في 64، هذا سؤال شوية صعب، لكن احنا حتى نتوسع ايضا في عمليات لازم ناخذ اسئلة اكبر. 36 ضرب 64، حلو ان هذا السؤال طبقا للنظريات اللي انطيناكم اياها. طبعا هذه النظريه حتى نقدر ضرب رقم في رقمين او ثلاثه ارقام تقدر تطبقها، اللي هي مال يعني تعرف فيها عمود تنزل، نفس الشيء تشوف الرقم اللي انضرب واللي رقم اللي ضرب، اي اعمد اي ارقام تسبق انت تترك لهن اعمده.
مع الناتج نحل هذا السؤال يعني شوية يعني أيضا في صعوبة عليكم، لكن تكمن الصعوبة في عمليات يعني مو توزيع النواتج على المعداد مثل ما هسه أخذنا، لا في إتقانك لعمليات الجمع والطرح. يعني مثل ما قلنا إحنا من نحل ضروب أو قسمة لازم نكون يعني متقنين 100% عمليات الجمع والطرح على السوربان بكافة قواعد. الآن عندي 4 و36 في 64 الآن راح أضرب 4 في 6 4 في 6 هو 24، 24 هو ناتج متكون من رقمين. زين 4 في 6 وين أخلي؟ هنا عندي 4 ما يسبقها أي رقم والستة ما يسبقها رقم، فناتج الضرب مالتهم راح يكون في العمود الأول بما أنه طلع متكون من رقمين، فالأربعة تنزل هنا في العمود الأصلي اللي يحتضن عملية الضرب، واللي يزود منه اللي هو الاثنين يخليه في العمود الثاني. فأنا ايش راح أسوي؟ هنا أصعد 4 وهنا أصعد 2 وأجي أمسح هذا الرقم. بعد شنو عندي؟ الأربعة يضرب من؟ يضرب الثلاثة وفق القاعدة. ضرب الثلاثة، الأربعة هنا ما يسبق أي رقم حتى أترك العمود، فالثلاثة يسبق الستة فأترك عمود للستة اللي هو العمود الأول، هذا أتركنا للستة، وناتج الضرب راح يكون وين؟ في العمود الثاني. فأربعة في ثلاثة يساوي 12. زين ال 12 طلع أيضا ناتج الضرب متكون من رقمين اللي هو 12، فالرقم الأول ينزل في العمود الأصلي مو قلنا راح ينزل هنا، فتنزل الاثنين هنا والواحد ينزل في العمود الذي يليه. فهنا راح أصعد 2 وهنا أصعد 1 وأرجع أيضا أمسحه. بقى من وما ضارب الستة، لاحظ لا نوبة أضرب الستة في ستة، ستة في ستة هو 36 طلع متكون أيضا ناتج الضرب متكون من رقمين 36، لكن وين أخليه؟ في عمود هاي 36 أشوف ناس ستة يسبقها الأربعة فأترك عمود واحد للأربعة، وهاي الستة في العشرات ما يسبقها عمود فأترك إذن عمود واحد وأكتب الناتج هنا اللي هو 6 هنا تنزل والثلاثين هنا تنزل 36. زين زائد 6، زائد 6 هنا لازم ما عندي زائد 6 الآن، فأجي للبيج فريند مال زائد 6 يساوي زائد 10 ناقص 4، هاي زائد 10 ناقص 4. زائد 3 في عمود المئات ما عندي زائد 3 يساوي زائد 5 ناقص 2. لاحظ إتقانك عمليات الجمع والطرح على المعداد ضرب جدا بسيط، لكن يعتمد على إتقانك عمليات الجمع والطرح بصورة جيدة على المعداد. أيضا نمسحها 36. الآن أضرب 6 في 3 ستة في ثلاثة يساوي 18. دائما من تحلون كتبوا مثل هيك يعني ورقة وقلم والسؤال حله مرة مرتين ثلاث مرات حتى يعني ما شاء الله أنتم عندكم تمارين جدا هواة. زين هاي 18 وين أكتبها؟ أشوف هاي الستة من يسبقها
يسبقها الأربعة فأترك العمود. هاي الثلاثة من يسبقها؟ يسبقها الستة فأترك العمود. إذن أترك عموديين، أترك هذا العمود وأترك هذا العمود، والناتج يصير في العمود الثالث. العمود الثالث ناتج الضرب مال 6 في 3 18 متكون من رقمين، فراح ينزل الرقم الأول في العمود الأصلي اللي هو عمود الثالث، واللي يزود منه أخليه في العمود الذي يليه. إذن هنا عندي زائد 8، ما عندي زائد 8، فبيج فريند زائد 8 شي يساوي زائد 10 ناقص 2. هنا ما عندي فسيوي زائد 10 ناقص 2 زائد 10 ناقص 2 ناقص 2 شي يساوي ناقص 5 زائد 3. افتكيت من الثمانية، بقى عندي الواحد، أصعد واحد. إذن الناتج ضرب 36 في 64 طلع 2304. 2304 لاحظ إتقانك عمليات الجمع والطرح على المعداد جدا مهمة، لكن هي الضرب والقسمة جدا بسيطة، تعتمد على إتقانك عمليات الجمع والطرح على المعداد. أعطيناكم وقت يعني جدا كافي للقراءة والمراجعة وحل المزيد من التمارين حتى تكونون مهيئين لحل هكذا التمارين. راح أعطيكم سؤال آخر حتى بعدين ننتقل إلى ضرب رقمين في ثلاثة أرقام، طبعا هي نفس القاعدة. السؤال هو 36 في 54. هذا آخر سؤال، ننتقل بعد ضرب رقمين في ثلاثة أرقام. أربعة وخمسين ضرب ستة ثلاثة. شوفوا نحل هذا السؤال. ألف وتسعمية وأربعة وأربعين. خلي يكون عندك يعني ورقة وقلم رصاص مثل مخليين حتى توزع، يعني لأن أنت كمدرب المطلوب منك يعني إتقان فقط القواعد، وإتقان القواعد يكمن في يعني كثرة التدريب، كثرة حل المعادلات. إذا ما تتدرب يعني زايد وتحل معادلات زايد، فيعني صعبة تكون الأمور. السوربان دقيق جدا في القواعد مالته، بسيط جدا في كثرة التدريب. القواعد مالته يعني شوفها، اللي ما يحل يشوفها معقدة، لكن اللي يحل يعني كثرة التدريب راح تكون عند الأمور جدا واضحة وبسيطة في جميع قواعد السرعة. نعم صحيح. 1944. نحل هذا السؤال. دائما يعني خلوا ورقة وقلم، فتقول 6 في 4. 6 في 4 هي 24، فهاي 24. 24 هنا عندي راح تصير في العمود الأول، لأن 6 ما يسبقها أي رقم حتى ترك العمود، والأربعة ما يسبقها أي رقم حتى ترك العمود، فراح تنزل في العمود الأول. وبما أنه طلع ناتج الضرب مالهم متكون من رقمين، فالأربعة ينزل في العمود الأصلي والثنين ينزل في العمود الذي يلي. 24 باستخدام هذه الطريقة مستحيل تغلط في يعني توزيع ناتج الضرب على المعداد، لكن تبقى أنت يعني لازم تتقن عمليات الجمع والطرح على المعداد على السيرفر. زين.
الآن الستة يضرب الخمسة ستة يضرب الخمسة ستة في خمسة يساوي ثلاثين. هاي ثلاثين وين راح تنزل؟ ثلاثين تنزل في، خلينا نشوف يا عمود، الستة هنا ما رقم ماكو أي رقم يسبق حتى أترك العمود، الخمسة هنا على الأربعة فأترك العمود الأول للأربعة والناتج يصير عندي في العمود الثاني. زين، ناتج الضرب هو متكون من رقمين، هنا صفر ما لكم علاقة به، ترى الصفر إلى قيمة، فالصفر هم ياخذ له يعني عمود، مو 30 هنا نقول 3 وننزل 3، لا خطأ، هذا خطأ، 30 الصفر ما طول طلع رقم فينزل في مكانه يعني، والثلاثة ياخذ المكان الذي يلي العمود الذي يلي طبقا للنظرية مالتنا. إذن 30 في العمود الثاني فراح انزل هنا الصفر وهنا عندي الثلاثة تنزل هاي 30، هنا عندي صفر ما صعد شيء يعني هو صفر، فزائد 3 تنزل هنا زائد 3. فأيضا أمسحنا وأمسح الثلاثين. زين، هسه أنا حاليا خلصت من الستة الأولى فبقى عندي الثلاثة ما مضروب، أبدي أتعامل وياه. فثلاثة يضرب الأربعة ويكون الناتج 12. زين، كم عمود أترك وأكتب الناتج؟ أترك عمود واحد لأن هنا الستة هي سابقة الثلاثة فقط، فأترك عمود للستة وال 12 راح تنزل هنا والواحد مالتها ينزل هنا هاي 12. أيضا أرجع أمسحها لأن خلصت منها. بعدين أضرب الثلاثة في الخمسة 15 وأترك عمودياً لأن الثلاثة يسبق الستة أترك العمود والخمسة يسبق الأربعة أترك عمود، فأترك هذا العمود هذا العمود والناتج يصير في العمود الثالث 3 في 5 15 فتنزل هنا الخمسة وينزل عندي هنا الواحد مال 15، فهنا أنزل خمسة هنا الواحد 1944 ناتج 1944. هذا فيما يخص يعني ضرب رقمين في رقمين، ضرب ثلاثة أرقام رقمين في ثلاثة أرقام نفس الحالة عندي، يعني الرقم الأول الموجود في العدد الأول ومكان ما يضرب له رقمين راح يضرب ثلاثة أرقام. توزيع النواتج شلون راح يكون؟ نفس الشيء همين، أشوف أن يا رقم يسبقه فأترك له عمود وهكذا، حتى ضرب رقمين في أربعة أرقام في خمسة أرقام دائما نركز هذا اللي انضرب إيش قد كم عمود يتركه أترك له حتى أكتب النتيجة وهكذا، حتى ضرب ثلاثة أرقام في ثلاثة أرقام نفس الشيء، يعني كل رقم راح يضرب الأرقام الثلاثة ويخلص مهمته ويجي الرقم يضرب الثلاثة أرقام وهكذا. إن شاء الله إحنا راح نأخذ هسه ضرب رقمين في ثلاثة أرقام ونعرف شلون نمثلها على السولف. راح أعطيكم السؤال الأول بس أنا ما راح أحله إلا بعد، يعني ما بعد ما تحلونه أنتم تطلعون النتيجة حتى أبين لكم يعني تكونوا إن شاء الله فهمت الموضوع بصورة جيدة. السؤال هو بسيط، 321 في 23. صدقوني يعني انت اذا تريد تكون يعني خبير في السوربان ومحترف بالسوربان لازم تتدرب يوميا، تحل مزيد ولو نصف ساعة في اليوم جدا كافية لإتقان عمليات السوربان.
ترى الضرب والقسمة جدا بسيطة قاعد تشوفونها، لكن يعتمد على اتقانك عمليات الجمع والطرح على المعدات اللي احنا اخذنا بها وقت جدا كافي وحلينا المزيد من التمارين. سبعة آلاف وثلاثمية وثلاثة وثمانين. ممتاز ممتاز. طبعا هذه اللي ناخذها احنا يعني هي في المستوى يعني الخامس او السادس يعني او السابع، بعض الكتب ياخذونها الاطفال هكذا معادلات يعني حقيقه. حتى الطفل يعني اذا حل هكذا معادلات بدون حساب تخيلي راح تنطيه دافع قوي جدا يعني في التطور الذهني والعقلي، حتى لو حلها على السوربان. يعني انا دائما اعتبره الضرب والقسمه يعني حل على السوربان، والطفل يعني في عمر مثلا 9 سنوات او 8 سنوات يطلع هكذا نواتج يعني فيكون عبقري يعني في الحساب الذهني حتى لما يعني يحسب حساب تخيلي. اذا ناخذ ايضا نحل هذا السؤال نفس الطريقه، اخذ الاحاد فالثلاثه راح تضرب الاحاد مال الرقم الثاني الرقم الثاني وينزل الناتج في العمود الاول لان ما يسبقين اي رقم، فعندي 3 في 1 3 تنزل هنا عندي 3. يعني شلون واحد طاب يسلم على الجماعه كلهم، فبعدين هاي الثلاثه ايضا تضرب الاثنين واترك عمود واحد واكتب الناتج، فثلاثة في اثنين يساوي ستة، فأترك هذا العمود أتركنه لأن هنا اثنين انضربت فيسبقها واحد، أترك العمود هنا ما عندي ثلاثة يسبقها فأترك هذا العمود وأكتب الناتج مال الضرب في العمود الثاني، ثلاثة في اثنين يساوي ستة. بعدين هاي الثلاثة راح تضرب الثلاثة، دائما يعني الرقم مال العدد الاول يضربهم ثلاثه، حتى لو كانوا 4 ارقام يضربهم
أربعتهم. يلا يبدي شغل الرقم الثاني، من يكمل ذولا بيهم يلا يبدي. زين، إذن 3 في 3 يساوي 9، لكن وين أكتب التسعة؟ تسعة الثلاثة هاي كم عم رقم يسبقها وهي مضروبة؟ يسبقها رقمين، هاي الثلاثة ما يضربها، فأترك عموديًا، أترك هذا العمود وهذا العمود، وأكتب الناتج في العمود الثالث اللي هو يساوي 9. الآن خلصت من الرقم الأول اللي موجود في العدد الأول. حالياً النوبة راح أبلش في العدد الرقم الثاني. هذا الثنين يضرب الواحد، وهنا أترك له عمود لأن الثلاثة يسبق الثنين، هنا الواحد ما يسبق أي شيء، فأترك هذا العمود وأكتب الناتج في العمود الثاني. 2 في 1 يساوي 2، فأخلي هنا 2، صعد 2. بعدين هاي الثنين راح تضرب هاي الثنين، يكون الناتج 4، 2 في 2 يساوي 4، لكن كم عمود أترك؟ أترك عمود للثلاثة يسبق الثنين، وعمود للواحد، فأترك عموديا لأن هاي الثنين ضربت، فإيش قد يسبقها؟ يسبقها رقم واحد، فأترك له عمود، وهنا الثنين يسبقها رقم واحد أيضا، أترك له عمود، فأترك هذا العمود وأترك هذا العمود، والناتج راح يكون في العمود الثالث اللي هو هنا عندي، اللي هو طلع الأربعة. أربعة أضيف أربعة هنا، هنا ما عندي زائد أربعة، فزائد أربعة شو يساوي؟ زائد 10 ناقص 6. أنا أريد منه أربعة، طاني 10، أرجع له 6. هذا كله شرحناه في محاضرات عمليات الجمع والطرح. بقى عندي ما ضارب أنا الثنين في الثلاثة، يعني هو حاليا احنا لين دورة نكون بطيئين يعني في الحل حتى يكون استيعاب أكثر، لكن في كتب الأطفال في تدرج وحتى نوصل إلى هذه الطريقة. أضرب الثنين في الثلاثة، 2 في 3 يساوي 6، لكن هاي 6 وين أمثلها؟ أشوف هنا الثنين هاي اللي انضربت يعني يسبقها رقم واحد، فأترك له عمود، والثلاثة هاي اللي انضربت يسبقها رقمين، فأترك لهم عموديًا، أترك هذا وهذا. إذن الستة وين راح تكون موقعها؟ هنا في العمود الرابع. فعندي زائد 6، نعم موجود عندي زائد 6. إذن 7383. ناخذ آخر مثال حتى نخلص الضرب، وإن شاء الله من يوم غد راح أبدي أرسل محاضرات القسمة. القسمة هي يعني راح تكون محاضرة واحدة كافية علي على برنامج زوم، لأن تعتمد على الطرح فقط في يعني إتقانك لعمليات الطرح على السوربان ما وياها الجميع، يعني جدا بسيطة، لكن أيضا توزيع النواتج مالتها يعتمد على إتقانك عمليات الطرح على السوربان. هذه العملية يعني الأطفال يشوفونها جدا بسيطة بالنسبة لعملية الضرب العادية اللي يستخدمونها في المدارس، يعني دي تكون أصعب، يعني قصدي العمودية. هنا عندي نشوف سؤال. ثلاثمية وأربعة وثلاثين ضرب
لأن هو وقف شوية الصورة، بس رجع يعني أعطيتنا أنت الرقم أستاذ، نعم 304 لأنه في 71. هذا السؤال أيضا بسيط، يعني واحد تقدر نفس الرقم الأول تكتبه في ضرب واحد في 334، يعني رأسا تنزل على المعداد 334، لأن الواحد راح يضربهم كلهم وكل شيء يبقى مكانه، يعني ماكو أي واحد يطلع متكون من رقمين ضرب. يعني واحد في أربعة أربعة راح ينزل في العمود الأول، واحد في ثلاثة ثلاثة راح ينزل في العمود الثاني، لأن الثلاثة هنا يسبق الأربعة فينزل في العمود الثاني ثلاثة، وأيضا واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة، اترك عموديا. الآن بقى عندي السبعة، بقى عندي السبعة، سبعة في أربعة هو 28، فهذا العمود أتركنه لأن السبعة يسبق واحد، وأكتب الناتج في العمود الثاني 28، فهنا 8 وهنا 20 زائد 8، ما عندي زائد 8 يساوي زائد 10 ناقص 2، زائد 10 ناقص 2، تخلصت من الثمانية، أجي هنا أضيف 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 3، تمام. إذا نحل هذا السؤال، بعدين أضرب الأربعة السبعة في ثلاثة، هاي السبعة أضربها في هاي الثلاثة، سبعة في ثلاثة يساوي 21، فوين أخلي 21؟ هاي السبعة يسبقها الواحد أترك له عمود، والثلاثة يسبقها الأربعة أترك له عمود، فهنا يصير عندي عموديين أتركهن، وهنا يصير عندي واحد وهنا 20، فأضيف واحد هنا واثنين هنا، بقى عندي سبعة في ثلاثة أيضا يساوي 21، لكن كم عمود أترك وأكتب 21؟ هاي سبعة، ثلاث أعمدة، نعم سبعة في 23، فأترك ثلاث أعمدة، أترك هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود، فالواحد وعشرين راح يصير هنا الواحد والعشرين
في هذا العمود. 21. إذن الناتج لاحظ 23714. لو كنت أحل هذا السؤال بطريقة عمودية يعني مثل يعني شلون طريقة الحل اللي يحلون بها بالمدارس، كم من الوقت راح آخذ، كم من الوقت يعني من الورقة يعني. لكن هنا على السوربان لا، الأمور تكون تختلف أكثر وأكثر، وحتى ذاك بي يعني إرباك. يعني الطريقة العادية مثلا هنا عندي 71 في 343، 343. لاحظ هذه الطريقة العادية في 71 هاي إشارة الضرب، فنفس الشيء يعني 1 في 4 4، 1 في 3 3، 1 في 3 3. بعدين أجي للسبعة، فلازم هنا الطفل شو يسوي؟ يخلي الصفر. هذا الصفر اللي يخلي هنا هو العمود، معناته العمود اللي أنا كنت أتركنه في السوربان، العمود اللي كنت أتركه في السوربان، تمام؟ وبعدين أبدي أضرب 7 في 4، 7 في 3، 7 في 3، وبعدين أجمع وهكذا. فعملية مطولة، لكن هو الحل على السوربان يكون يعني سلس جدا وسهل. أكو واحد عنده سؤال؟ خلصت محاضرة هذا التوقيت إن شاء الله. نريدكم تتدربون أكثر على حل المعادلات، وأي سؤال يعني يخطر ببالكم تقدرون تسألون بسهولة إن شاء الله. باقي عندنا فقط محاضرة واحدة على برنامج زوم إن شاء الله وتخلص دورتنا، وراح أدزلكم إن شاء الله روابط هذه المحاضرة تباعا في الأيام القادمة إن شاء الله. شكرا لحضوركم، تصبحون على ألف خير، في أمان الله. شكرا جزيلا أستاذ.